تعرفها ازاي او ايه اللي بيحدد ده؟ خلينا نسمع رؤية كمان مخرج كبير او فنان كبير، هو المخرج الكبير الاستاذ هاني لاشين. مساء الخير يا استاذ هاني. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك وضيفنا طبعا في استوديو الاهلي يحاور الاستاذ عمر عبد العزيز، وسعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا في الحوار. اولا عايز اسجل او عاوز اسجل بس يعني السهرة الممتعة اللي انتوا عاملينها، انا قاعد اتفرج عليكم وفعلا حاسس بمتعة كبيرة جدا وتحرك في التاريخ الجميل لبلدنا وللنادي الاهلي وللفن وللبطولات والصداقة والشخصيات اللي طلعت من شوية سمعتها. حقيقي عمر عبد العزيز ده اللي هو يعني بسمة الحياة، أنا بسميه اسمين، بسمة الحياة وعطر الحياة. هو يعني يبعث روح الحب في أي مكان يتوجد فيه، حب الناس وحبه للناس. عمر عبد العزيز طبعا ده يعني مش هقول أخويا، لا ده حاجة أكتر، لو في حاجة أكتر يعني احنا عشنا مع بعض. يعني عاوز اقول لك يمكن داخلين على نصف قرن يعني تقريبا عشنا في بيوت بعض، عشنا تنفسنا الحياه، جمعنا حب حاجتين اساسيتين هم الفن والسينما والنادي الاهلي. يعني فعلا لان احنا اذكر ان واحنا طلبه ما كانش في ماتش بيفوتنا اطلاقا، ومشقه التحرك ورا النادي الاهلي وان احنا نقعد، وكنا بنقعد في الدرجه الثالثه طبعا ونتنفس المباراه واللعب، يعني جمعتنا الحاجتين دول. ما هو عشان كده قال في بدايه اللقاء او قبل ما نبدا اللقاء الاستاذ هاني، قال من اصدقائي القريبين جدا على المستوى الشخصي والانساني واللي اهلاويه جدا 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 استاذ هاني لاشين. صحيح. طيب ايه سمات او ابرز مميزات الاستاذ عمر المخرج الصديق؟ طبعا حضرتك اشرت لعلاقات تاريخيه بينكم على المستوى الاجتماعي والانساني، لكن عايز اعرف من وجهه النظر العمليه والمهنيه اكثر ما يميز المخرج الكبير عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز يخرج زي ما هو حاسس وزي ما هو شايف الحياه. هذه البساطه، والفن في النهايه محتاج البساطه دي. فهو بيتعامل مع افلامه بهذه البساطه اللي هو السهل الممتنع. عمر عبد العزيز حتى انا جربته كمخرج لانه هو واحنا طلبه في مشروع تخرجه خدني امثل. هو كان بطل مشروع التخرج. كان بطل مشروع التخرج. فقدرت اسمعه كمخرج وقدرت اشوف ملاحظاته، ففعلا هو كان من البدايات الاولى بيرهف بمخرج كبير جدا قادم، ومخرج اعتقد انه متخصص. يعني نوعيه افلام عمر اللي بيعملها ما اعتقدش ان في حد تاني بينافسه فيها. يعني هو محتل مكانه ومنطقه في السينما المصريه بتاعته هو. سينما باسمة، سينما راقية، سينما جميلة، سينما فيها فكر بسيط تدفع للتطور وإن احنا نرقى بالناس وبالبشر وبالحياة. فده عمر المخرج من وجهة نظر يعني. طيب هنتكلم عن كمان المشجع الاهلاوي الكبير عمر عبد العزيز والذكريات اللي دايما فاكرينها جمعت بينكو او النادي الاهلي جمع بينكو فيها. ايه المواقف اللي فاكر حضرتوها مع بعض، ايفنتس مهمه، مناسبات رياضيه او مباريات فاكر ان جمع حوار او موقف بينك وبين الاستاذ عمر في هذه المباراه او المناسبه الرياضيه يا استاذ هاني؟ احنا كنا من حبنا في النادي الاهلي كل ما بنشوف حد ملوش في الكوره قوي نحاول يعني ايه ان احنا نعمل مغناطيس كده ونجذبه للفريق الاحمر يعني. فمن ضمن الناس دول كان في راجل بيشتغل مونتاج في السينما اسمه عادل منير. لا يفقه، يقول لك ايه الكوره دي؟ الله يرحمه. بيتخانقوا على الكوره دي. طب ما يدوا كل واحد كوره
والموضوع يخلص يعني. فعمر صمم ان احنا نفهمه الكرة دي، فخطفناها مرة وخدناها على الاستاد لمباراة الاهلي، واعتقد كانت المحلة في الوقت ده، وابتدى يشوف هو من وجهة نظره بقى الكرة دي ازاي، وكان في بعض المشاكل في المدرجات فيقول هما بيضربوا بعض ليه؟ هو مستغرب الموضوع كله. الله يرحمه. مستغرب الموضوع. في شيء، في طرفة أخرى يعني وإحنا طلبة، فهفكر عمر بيها. وإحنا طلبة فجوم قالوا نكون فريق كورة في معهد السينما. فعمر طبعا تزعع من المسألة دي وابتدى يكون فريق علشان نلعب فريق آخر. فطبعا أنا في الوقت ده كنت واخد بطولة القاهرة في ألعاب القوة، كنت بجري يعني 100 متر و200 متر وكده. محتاجينك يعني جدا في الفريق طبعا. نعم محتاجينك في الوقت ده في الفريق طبعا. قال لي بص انت تقف انت وينج ليفت. قلت له مالكش دعوه، انت ترمولي الكوره والجدع يحصلني بقى. فهنسيب عمر عايز يكمل القصه دي. هنسمع طبعا باقي القصه يا استاذ عمر. طب فاكر الفتره طبعا دي لعب مباراه كويسه ولا لا؟ احنا بنلعب فرقه فنون مسرحيه، احنا مع سينما وكانت فرقه جامده. فهاني قال لي بس انت ارمي لي الكوره سنتر وارمي، وانا انا طول الماتش اقول هو هاني فين هاني فين، لحد خلص الماتش مفيش هاني. فرحت رحمه الله عليه والدته كانت ست فاضله جدا، قالت انتوا عملتوا في ابني ايه؟ جاله تمزق من اول جاريه وخرج من الملعب خلاص راح للدكتور. واحنا مش شايفين، احنا بنقلع النظارات كنا مش شايفين الوينج فين واللي يعني. طب عملتوا ايه؟ لعبتوا ناقصين ولا حد نزل؟ لا حد نزل واحنا مش حد نزل ومش مركزين في التفاصيل. اتغلبنا كام؟ اربعه يا هاني، اربعه. اتغلبتوا اربعه؟ طبعا. بتهيألي 40. لا 40 ده تاني شوط. ماتش باسكت ده. صح. استاذ هاني، بعض الذكريات والمواقف الجميله دي اللي فكرتنا بيها او عرفنا عنها من حديثك الشيق، عايز دايما بسال كل نجم وكل فنان بيشارك معانا على الهاتف، خاصه لو كان اهلاوي محب جدا لنادي الاهلي، وعرفنا ده عن الفنان هاني لاشين، ايه دايما الحاجه اللي بتتمنى تفضل موجوده ومرتبطه بالنادي الاهلي مع الادارات والرموز والمجالس المتعاقبه، واللي بتشوف انها بتميزه عن اقرانه؟ مش هضيف كتير على اللي قالوه زملائي واصدقائي واللي انتوا قلتوه. يعني انا هقول ان النادي الاهلي ده هو بيجري في دمنا بجد. يعني من بدايه الوعي على الدنيا وانا في المدرسه الابتدائيه، لم يكن لنا واحنا اطفال عندنا 6 سنين شيء يسعدنا اكثر من النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي في مبارياته وحصوله على البطولات المتعدده. والحمد لله ان احنا على مدى العمر ده لم يخذلنا النادي الاهلي الى الان. واتمنى فيما هو قادم ان، بل انا متاكد ان هيظل هذا الكيان مرفوع الراس طول الوقت، لانه مصر. يعني الاهلي ده يا جماعه بشكرك جدا على المشاركة معنا في الحوار، وإن شاء الله نجاحات تستمر في النادي الأهلي على كل المستويات في منافساته المحلية والدولية.